لكن هيك انا اقول انا قلت يا ربي استغفر الله انا ما غلطان، ويقول انا لي حق انا اسوي على حسب كلام ماله، قاضي في انسان. لكن ماما مريض في خساره وفلوس، اولاد انا في معلوم اولاد مريض تعبان، ليش؟ انت في اكل مال ناس مال مسلم كافر كافر، انت ما حق مالك حق تاخذ حق كافر، خذ حق مالك كافر بحق كافر، انت ما يجيك الله ما في راسك، لان الله يقول في القران الكريم لكم دينكم ولي دين، انت كافر دين مالك اوكي ما مشكله، انا مسلم انت دينك خاص، يريد يسلم اوكي ما يريد يسلم جهنم انتظار، سواء مسلم او كافر غلط يمشي جهنم انتظار. راشد هذوي هذا جرده عيد عنده منجره خلاه الحين حلال ادعى عليه ان معناه هذه اسمه هي المنجره له، وهذا يقول المنجره مبلغ لي، هذا الحين ما اقدر يا راشد، لا اقدر اقول مع محمد ولا اقدر اقول مع ناصر، ناصر ما اعطاني ثبوت الحق له عشان انا يرجع. محمد ليش في كلام بان مال ابو ماله هو دكان ماله هو، صح ولا لا؟ انت في ايش يسوي؟ انت تسوي قرب زين، فكر هذا زين، هذا ما في زين، هذا خايس. شوف شجر شجر تريز معروف شجر مال 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 ليمون، شجر مال ليمون سمسم، شجر مال مال تفاح، ها سمسم ورق تفاح ليمون سمسم ورق ما في سمسم، تفاح ايش يجيب؟ ورق تفاح، ليمون يجيب ورق ليمون، محمد الكيتاني يجيب هذا حايس، هذاك شجر هذا ورق بعد شجر يجي يطلع. لكن شوف مثل هذا اذا ما عندك ثبوت مشكله، هو حرام نمبر 1 حرام. حتى ابو داود في خساره ان شاء الله ما بيجي ولا مطعم، صبر بيتنجي ما بلا مطعم يحصل، وراكي بيت سبالك قولي بيت سبالك في حصل بس ما حق ولا بنايه ولا بيت لا هو سيمان بس سبال كله بيت بيت سبال ما في مكان هذا سمان بيت بيت لا بيع سيمان هو ايوه لكن مكان مكان بيت يبيع مكان؟ هذا مكان ما يبيع ما في شيء ما محمد وارع ايوه سيد لكن سيمان يبيع هو انا اسوي سيم مال هارون السياسه لكن هذا يمسك ثبوت لكن هارون ما عنده ثبوت هذه مشكله يقول لك اذا ما عندك ثبوت انت غلطان هو من ياخذ؟ من ياخذ هذا؟ لكن مني كان اول مني هذا من حلوه لا مني كان اول من موجود زمان اول مني كان موجود انا نسيت اسم هذا كان مطعم هذا مني اخر مطعم هذا هذا المطعم؟ اها هو اثنين مطعم واحد مني واحد مني هذا اللي ورا لا 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 بنغالي فورمان 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 بنغالي؟ ايوه بنغالي هو بيشتري المطعم شوف ليش يبيع؟ لأنه هو أكل فلوس فلوس يروح. 7000 يروح. ترى سيارة خسارة. ما أدري إيش حصل فيك أكسدنت كانسر كيف. شوف أنت ياخذ حق إنسان من إنسان في المطلب ما يمكن أنت تجيب فايدة. خسارة. هذا سيريو بن ناصر مبارك سوي. نفس ناصر مبارك معلوم ناصر مبارك ها معلوم ناصر مبارك هذا مال زيد مال لحيم الطوى مرحبا هذا حرامي نمبر هو كيتاني شوف جيب ميزان ها خلي مني ناصر مبارك خلي مني كيتاني برابر ميزان كيسيلا ما في نازل وما في نازل اسمي مع حرامي يعني لكن هنا ربك موجود هذول. تدري يعوضك الله رايح يعوضك الاستاذ في الجنه.
والبركة في عيالك. وخلي ترى المشكلة